السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا بك. أولا فهذا الاسم دل على المسمى. الله يكثر خيرك، الله يخليك لنا السي الطيب كوريزان. أنا كنشكر إذاعة ميد راديو والموظفين والعاملين. يا كسيدي يلا الله يحفظك لنا كل والله على رأسيهم السي الطيب وأنت طيب. بارك الله فيك لنا. كتفهمنا سيدي وكتفهم جميع المغاربة في المكانه. جزاك الله الله يكثر خيرك، الله يجازيك بخير. الله يحفظك لنا فاطمة. فهذا الإذاعة وعلى رأسيهم فنعمة المرأة اللي رضعاتك. بارك الله فيك الشريفة. الله يكثر خيرك. بارك الله فيك. فالمشكلة ديالي أنا أستاذة مشرفين وتقاعدت لي تقريبا عامين تقاعد نسبي. لا إله إلا الله. وما عندي حد الآن، فأعيش الوحدانية ولله الحمد ولله الشكر. تنقلت عدة مدن عدة عملات. لالا فاطمة خديتي التقاعد يعني بما أنت من الجيل الأول الراعي الأول اللي دخل قطاع التعليم والتربية والتوجيه، وربما كان ذاك الوقت كانت الوظيفة صعيبة وخص الصبر. احكي لنا لالا فاطمة إمتى توظفتي تقريبا؟ أنا تقريبا 82. تبارك الله. عامين ديال السطاج في طنجة. تبارك الله. فالفوج ديالنا يا دكتور كان عني الناظور الحسيمة. لا إله إلا الله. وماشي الحسيمة المدينة. نعم. أنا كنت بالضبط باش للتوضيح بني حديثة. لا إله إلا الله. فبقت عامين دكتور، أنت عارف طبيعة البلاد وعندهم ديك الأمازيغية ديالهم. ما علينا. من بعد دكتور من بني حديثة إلى تازة. إيه. وكانوا عندي الوليدات أولاد يعني الشخصيات ما فضلتهم عليك وعلى وليداتك. فمن تازة عاود تطوان. تبارك الله. من تطوان للعريج. ديك الساعة كانت الوالدة عندي مريضة وكنت مقابلها، فالأب ديالي كانوا عنده جوج ديال النساء، الأم كنت كنعوض لها. يا كسيدي. أيها لله. خدمت في العريش من تما لأكادير. الله 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 الله. من الشمال للجنوب. نعم الجنوب. أيه الجنوب دكتور. أنا ما كان باغشي كنت. نعم. في واحد الدوار اسمه إيدا ومنو. الله 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 الله. راه الناس ديال أكادير غيفهموه. تابع على 800 كيلومتر. بيوغرا. بيوغرا إيه. بيوغرا شتوكا إيتبا بيوغرا. أيه. كنمشي من بيوغرا كنزل وكنشبر 12 كيلومتر وسط الغابة. الله 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 الله. فعلى المثال واحد السيد لقاني قال لي تمغارت ماشى في الغابة ما خفتيش؟ يخرج لك شي سبع ولا هادي عطف ولا ياكلك. أيه سيد هادي نازلة واقعية. الله الله. والناس ديال الشمال معروفين أن فيهم الرقة وفيهم. نعم نعم وعلى رجيلاتي. الله الله الله. وما ما معكش راجل ما معكش شي يحميك؟ لا. ليلة. أنا بوحدي من الشمال. لا إله إلا الله. فبقيت عاود عامين كتجي ديك الحركة انتقالية دكتور. عمرت ولكن عمرت يعني في ما عطاوني عمرت يعني إقليم العرائش نتقرب من الوالدة. مزيان الحمد لله. فعطاوني عاود إقليم العرائش ولكن ماشي إقليم العرائش، خارج في واحد الجبل عالم القراوي. عالم قراوي يا دكتور يعني كناخذ من العريش للقصر الكبير 35 كيلومتر وكنمشي واحد المسافة باش ناخذ تاكسي كبير على القصر الكبير 51 كيلومتر. الله الله جهاد هذا. نعم سيدي تصنت لي ياك دكتور الله يجازيك بخير. ولي راه كيعرفوها الناس البلاد. ف 170 ولا 171 كيلومتر الي وروتور عاد رجع عاود. وهذا سفر. اللي خصني نعطيها الدواء. لا حول ولا قوة الا بالله. وتما اسمها القلة. سطر عليها دكتور. القلة.
والقياسم ساكنه في قياسم في الطاولات، لا مال دوله مرحب شرف الله وقدركم. وهذا الشيء هذه الازمه ديال التعليم ربما هي قديمه، هذا ماشي الناس كيتكلموا على الازمه اليوم، ربما انت في الثمانينات هذا الشيء كان عندكم مؤرق. نعم دكتور ماشي كنبالغ، الناس راه عارف انها لا النيابه العرائش ولا طنجه ولا تطوان، هنا جهه طنجه تطوان الحسيمه. لا حول ولا قوه الا بالله. الغريب في الامر دكتور هي 13 سنه لا اله الا الله، وانت كتعرفوا ادرى مني في القانون كتقول عن المذكره الوزاريه عامين في مدرسه يمكن لك تلتحق او تطلب المدينه اللي بغيتي. اي فعلا ملي كنعمر دكتور الملف ديالي كيتلغى. لا حول ولا قوه الا بالله. عملت سيدي بالله انا حامل على الام ديالي وما كاين اللي قابلها تلغى. لا اله الا الله. سيدي ربما حتى ما عندكش الزوج وما عندكش الاولاد، ربما. نعم ربما حتى ما عندكش الزوج والاولاد. ودكتور لكن الوظيفه العموميه ما كيشرطوش علينا الزوج والاولاد، كيقول لك عندك سنتين في واحد المنصب. اي فعلا اي سنتين ياك سيدي اي كدوزها هذاك الموظف استاذ او استاذه يعمر المدينه اللي بغى او العمله اللي بغى. اي هذه كتجي مذكره وزاريه سنويا. لا اله الا الله. ونفعوني 13 سنه دكتور. لا حول ولا قوه الا بالله. بعض المره كنمشي 70 كيلومتر 70 كيلومتر نعطي الدواء للوالده ديالي. الله يجازيك بخير. وديت الوالده النيابه كتبكي على السيد النائب والموظفين تما. لا اله الا الله. وبلا ما نفضحوا كيجيو يساوموا فيا. لا اله الا الله. هذا يعني ان المراه اللي ما عندها زوج او سند كتشعر بانها دكتور الله ضائعه ودائما. نعم سيدي معنى لا تساوي شيئا، وحنا في دوله مسلمه بلا من ياك انا مناضله ياك انا عندي شد الظروف ديالي. وهذا هو النضال، هذا هو النضال ديال تربية الأجيال، أكبر نضال. نعم نعم سيدي. وبقيت 13 سنة دكتور وأنا في هذه القلة. لا إله إلا الله. وكنعس على في قسم على الطاولات إلا ما نعاود نقول لا ضوء لا بيت النظافة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لهذه الدرجة، تتوفات الوالدة. لا اله الا لله وانا اليه راجعون. ودات هذه النقطه في قلبها. ما استمتعتيش بها وما استمتعتش بها. في الوطنيه لنا دكتور. أي أي الروح الوطنيه، الروح الوطنيه كتخليك مناضله وكتصبري وكتلتمس العذر. وضحيت وضحيت وعملت ستاج في الحسيمه وفتازه وكنت تما متدربه ديال المعلم اللي غيتخرجوا. مع السيد الوالي قنيحه اللي كان فتازه. اييه. ياك سيدي من تما لتطوان، من تطوان جيت للعريش كان الظروف مشيت لاكادير، عندي الام ديالي وعملت 12 شاهد انا بالله كتب الوالده ديالي. حتى حاجه يا دكتور ما تقبلت، وهاد المستمعين يفيدوني. ربما عايش بوحدي توفات الوالده. تفضل تفضل يا دكتور. ربما هذا تاريخ، هذا تاريخ ربما كان عندك مرير. نعم. الماضي ديالك. اجل نعم. الحاضر دابا الان، الحاضر لاله فاطمه الان خديتي التقاعد، كيفاش هي الوضعيه حاليا؟ بالنسبه لي سنتين لان صافي غترتاحي الحمد لله دابا الان غتبدي حياه جديده شباب ما بعد التقاعد. لكن دكتور اعيش عاوتاني عيشه اخرى دابا، الوحدانيه وخوتي هربوا مني، العائله هربت مني، الناس كيهربوا مني. لا حول ولا قوه الا بالله. لا ادري يا دكتور لا ادري، وماشي كنزكي نفسي، راه الناس كيعرفوني لا في العريش فين خدمت ولا في طنجة ولا في تطوان خدمت فيها. لا إله إلا الله. حتى 3 سنوات أنا ما ذبحتش عيد الأضحى. واش ما كتذبحش عيد الأضحى؟ المفروض تمشي عند العائلة والخوت، كاين الخوت والخواتات تجمعي معهم. ما كاين اللي كيقبلني، مشيت دكتور ونعسوني بلا عشاء ونطش الصبح والفطور، المرأة ما عملتش الفطور مرات خاي. لا إله إلا الله. ومشيت ندخل في 8 تال الوحدة ديال النهار وأنا بلا فطور. لا اله الا الله. صافي يا سيدي السي الطيب عني فهمت راسي يا دكتور. يعني فهمتي بانك ضيفه ثقيله. نعم. لا اله الا الله. مع العلم انا ما كنبخلش عليهم، انا كنقولها واللي كيسمعني يجاوبني. اييه. انا كريمه دكتور حتى مع الناس. الله يزيدكم فضلا. احراد خوتي. في اخر قلت لهم اللهم اني بلغت. واش معنى هذا ان الحنان حتى بالخوت ما بقاش؟ يا دكتور. ثق بي يا سيدي وربما سوف لا ابالغ. ما بقاش.
لا اله الا الله. هاد الناس خصهم نصرف عليهم كل شيء، او هما يمشيو يتخلصوا وانا نبقى تحت يدهم، هذه الواقع. لا اله الا الله. ما بقاش حتى العيد دكتور نفرضوا ما جاوش عندي، انا ما ذبحت شيء، على الاقل ما نقولكش يا اختي مبروك. اي يتصلوا بك هاتفيا ويسولوا عليك. نشبر التليفون نقول لك مبروك عليك العيد سيدي، عيد مبارك سعيد. اختي ما كي عامله؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ابدا كتفوت التليفون دكتور. لا حول ولا قوة الا بالله. اقسم لك بالله، اقسم لك بالله، اقسم لك بالله. ولا شي واحد كيبارك لي او كيتصل بيا. ودابا لالا فاطمة كي كتعيشي حاليا بعد التقاعد؟ لا اخفي عليك. بحال ديك الفرشية في الماء. مرة ضربني للشط، مرة تخرجني برا، مرة تدخلني للبحر من داخل. لا زوج لا اولاد لا اخوة. لا زوج لا اولاد لا اخوة. لا اله لا ناس. لا اله الا الله. ومع انك اعطيتي زهرة شبابك للتربية والتعليم. نعم. إيه واجيال تخرجوا على يديك. وسوف لا ابالغ. اللي بغى رخصه السياقه، اللي بغى الدخول المدرسي، منين نمشي نعطي. ولكن ما عندي ما نقول دكتور، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله. اخيرا نزمت البيت ديالي بوحدي. الله اكبر. الا بغيت تحرقت لي بولات، خصني نجيب لي لا مشات لي البوطه خوات لي، لا تخسر لي الماء دكتور. ولا اثقل عليك، انت عارف راني كتكون بوحده. لا اله الا الله. كتكون محقوره وكتكون كيطمعوا فيها. نعم هذا هو الغريب يا دكتور. نعم الله يفرج لك الرضا. لالا فاطمه شنو هو السبب؟ والسبب رساله. نعم. انا ما طالعه حتى في واحد يا دكتور. واش السبب لالا فاطمه؟ السبب هو ان المراه في المجتمع ديالنا كتبان ربما عندها احترام اقل وعنايه اقل. واش هذا نظره الدنيا للعنصر النسوي، ولا السبب هو ان امراض النفوس عندنا في المجتمع؟ غنخلي الكلمة لك دكتور وما تفضلش. واخا كنشكرك للفاطمة، كنشكرك كنشكرك. أنا اللي حاسة به لا تساوي شيئا. لا إله إلا الله. مع العلم أنا محترمة، لباسي محترم، سخية، ولكن ديما كاين بعض الأسئلة كتطرح علينا دكتور. أمدرا واش مجوجة؟ لا إله إلا الله. أمدرا كاين شي وليدات؟ نعم هذا كيحس في النفس ديالك. انا كنوب الرجل المغربي. نعم. ولكن هذه الاسئله هذه خصنا نتفاداوها. ان ذي جمره راه محروقه، راه نقول لك مدمره. فشوفوا الاخلاق ديالها، شوفوا هي المسيره، شوفوا شنو عطات لهذا الوطن والوليدات هم هما. لا اله الا الله. الوليدات هما سيدي. الله يفرجها. الله يفرجك يا فاطمه، كنشكروك على التواصل ديالك، كنشكروك انك فرغتي قلبك علينا. وهذه صيحه من امراه من نساء المغرب اللي كما سمعتم اعطت الكثير. كان المفروض انها تحصل على وسام الشرف وتحظى بالعنايه من طرف العائله والاحباب وتكون مفخره بين الجميع. للاسف ربما النظره الدنيا ربما قد تسيطر على بعض العقول وبعض الافكار، نظره دنيا للنساء. ثم الانسان الذي ليس عنده سند كيكون دائما كيكون مطمع للاخرين ماذا في جيبه. اذا كان عنده مكسب او عنده اجره او عنده راتب فان كل النظره تتجه نحو هذا الراتب. لالا فاطمه لا يحزنك ما الذي وقع، هذه حياتنا. ويكفيك شرف انك الحمد لله مسيرتك طيبه، انك كنت مرضيه الوالدين، انك كتضربي العشرات ديال الكيلومترات باش تشوفي الام ديالك وتعطيها الدواء. تاكدي بان هذا الصنيع ربنا عز وجل لن يضيعه لك. راه ملائكه الرحمن تفرش اجنحتها رضا لطالب العلم، وتفرش اجسادها لمرضي الوالدين، وانت الحمد لله حزتي السبقه في ذلك. ثم انك هاد السنوات كلها مضيتيها من مكان لمكان، من طنجة إلى العرائش إلى أكادير إلى إلى إلى، ربيتي أبناء الوطن، ربيتي أبناء المغاربة، هادو كلهم ولادك، كلهم ولادك الحمد لله. سنوات مرت، كاين اللي تخرج منهم، كاين اللي صار إطار في الدولة أو في القطاع الخاص، وصار ينفع الناس، وهذا بفضلك بعد فضل الله تعالى. فأنت الحمد لله الصبر كله اللي داز عليك والمعاناة انتهت، لكن بقي أجرها وبقي ثوابها. اللي كيبقى في النفس هو ان العائله والاخوه والاخوات للاسف ولا كل واحد مغلوب على نفسه.
كتسول شي واحد علاش ما كتسولش على خواتاتك وخوتك، علاش ما كتسولش؟ ما عنديش الوقت، ما مساليش، عندي الايقاع ديال الحياه سريع، مشاكل الاولاد، كيبقى يعطي اعذار. حنا اش غنديروا لفاطمه؟ التمس لاخيك 70 عذرا، التمس له 70 عذر، قول له ربما 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 تتوصل 70 عذر، ما لقيتيش قول الله يسامح. ولعلك الا فاطمه الان كتعيشي وحدك، ربما ان الله سبحانه وتعالى من فضله ومن نعيمه انه اذا احب عبدا انه يبعده عن الخلق. الله سبحانه وتعالى عنده واحد السر من اسرار الوجود، اذا احب عبدا من عباده او اما من امائه كيعطيه واحد الناس حوله يفرون منه، كينصرفوا عنه، اما كيبغوا غير الطمع كياخذوه كيزيدوه، اما كيتشغلوا عليه. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا استخلصه لنفسه، استخلصه لنفسه. ولقرينا لالا فاطمه السيره ديال الصلحاء اللي مروا في التاريخ والاولياء المقربون، كتلقى كلهم وقع لهم مثلك معاناه واغلاق الابواب ولقاو نفسهم بوحدهم، عوض ما يطيح في الاكتئاب ويطيح في الياس والقنوط، لا، هو اغلق عليه الباب وصار قريبا الى الرحمن، صار يدعو الله تعالى. فالله تعالى يريدك ان تكوني له وانت تكونين لله. والسيره ديال الصلحاء كثير في النساء مثلا، كاين رابعه العدويه نموذج ان كيف ان الله تعالى ما عطاهاش الحظ مع الناس، كان اللي شافك يطمع فيها او يسيء اليها او يستخدمها لمصلحته، وفي الختام كرهت المجتمع وفرت عن الناس واغلقت عليها بابها، ثم بدات تناجي ربها فكشف الله لها الستار ورات الانوار وصارت من اهل الله وخاصته، واكرمها الكريم عز وجل كرامات لا تعد لا تحصى، صارت مفخره عبر التاريخ. لعلك لالا فاطمه تكوني واحدة من هؤلاء الصالحات القانتات. أنت الحمد لله تاريخ حياتك نظيف، أعطيت الكثير لأبناء الوطن وصبرت ولم تنالي شيء، لا يهم، لأن قانون التعويضات الإلهية لن ينساك، وإذا أعطاك أدهشك. أسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويسعدك ويسخر لك أفضل الخلق يكون في خدمتك. الله يرحم الوالدة، يوسع لها الرحمات، والله يجعل حياتك الباقيه تكون افضل مما مضت، تكون كلها بالافراح، وتكون ان شاء الله بالعطاءات وبالكرامات وبالحج والعمره، وتلاقي مع اجود وانبل خلقه. امين امين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.